بيتكلم فيلم النهاردة عن رسالة بتخرج من أكاديمية البريد الملكي موجهة لشخص اسمه جاسبر، وبيستلمها القائد بتاعه اللي بيتضايق لما بيروح له وبيلاقيه قاعد مريح على السرير وبيشرب شاي وبيتكلم معاه بكل برود. بعد ما بيسأله القائد ازاي سايب تدريب الفروسية بتاعه، فبيقوله جاسبر ان في حد غيره بيغطيه في التدريب. لكن لما بيعرف جاسبر ان في رسالة جات له من مكتب مدير البريد، بيقوم بسرعة وبيقراها، وبيقابل جاسبر مدير مكتب البريد الملكي اللي في نفس الوقت بيكون بابا، ومعاه القائد اللي بيشتكي منه طول فترة وجوده في التدريب جوه الأكاديمية وبيتهمه بالفشل التام. بيرد جاسبر بكل برود ولا مبالاة وبيقوله انه هيرجع بيته خلاص طالما فشل، وبيتخانق مع والده اللي بيجبره يعمل حاجة مش بيحبها وشايفه بيضيع الفرص اللي بيوفرها له، وبيقول له والده انه مش هيسمح لابنه انه يرجع لحياة الرفاهية واللا مبالاة. فبيقرر يعينه ساعي بريد ويعمل مكتب في مكان اسمه سيمرنزبورغ، ولازم يعمل على الأقل 6000 رسالة خلال سنة، وإلا هيحرمه من كل الرفاهيات اللي في حياته ويسيبه يدور على مأوى في الشارع. وبيقول القائد لوالد جاسبر انه موافق على تعليم ابنه الانضباط، بس انه يروح مدينة زي دي ده حاجة جديدة جدا عليه. فبيرد عليه وهو حزين وبيقول له انه عارف ان الموضوع صعب، لكن يوما ما ابنه هيشكره على التحدي ده. وبيسافر جاسبر بعربية مبهدلة وبتقف منه في الطريق، وبيحاول يصلحها ويزقها، وبيقابل بعد كده شخص نايم وبيقول له انه ساعي البريد الجديد ومحتاج المركب علشان يوصل للمدينة. ولما بيوصل جاسبر بيلاقي جو المدينة وحش جدا ومليان ضباب، والمدينة كئيبة ومخيفة كأنها طالعة من حرب ومتدمرة. ولما بيسأل عن السبب بيقول له الشخص اللي هيوصله للمكان اللي هيقعد فيه ان ده كله جزء من ثقافة البلد دي. وبيسأل جاسبر عن حفل الاستقبال اللي المفروض يتعمله زي ما كان متوقع، فبيقول له الراجل باستهزاء انه لو دق الجرس اللي هناك هيطلع كل الموجودين لاستقباله. فبيتخض جاسبر لما بمجرد ما بيحرك الجرس بيلاقي قدامه جيش من المتمردين اللي بيخرجوا يتخانقوا مع بعض، منهم 2، واحد راجل وست، بيزعقوا في وش بعض، وبياخد راجل ضخم جاسبر يوقفه قدامهم، وبيعترض جاسبر على اسلوبهم في التعامل، فبيتريقوا عليه وبيرجعوا يتخانقوا تاني مع بعض. وبيدخل جاسبر مكان لبيع السمك ريحته وحشه، وبيقابل بنت اسمها الفا بتخمن انه ساعي البريد الجديد، وبتقول له ان راجل العباره ضحك عليه وخلاه يرن جرس المعركة. وبيستغرب جاسبر من وجود جرس للمعارك في المدينة، فبتقول له ألفا إن المدينة دي مشهورة بالمعارك بين عيلتين اسمهم كروم ولينجم. وبينبهر جاسبر لما يعرف إن المكان كان في الأساس مدرسة وألفا كانت مدرسة فيها، وبيشوف صورتها على الحيطة. لما بيسألها عن اللي حصل علشان يتحول المكان لبيع سمك بتتعصب ألفا عليه وبتقول له إن أهالي الأطفال بيرفضوا يودوهم مدارس، وهي عايزة تحوش فلوس وتسيب المكان ده تبدأ في حتة تانية، فمضطرة تبيع سمك. وبيدخل عليهم رجل العبارة اللي اسمه موجنز، وبياخد جاسبر لمكتب البريد اللي بيلاقيه مبنى قديم ومتهالك مليان فراخ، وبيتخيل جاسبر ان والده عامل فيه مقلب، وبيطلب من موجنز يوديه للمكان الفعلي اللي هيقعد فيه اللي مليان رفاهيات. لكن موجنز بيصدم بالحقيقة ان المدينة اصلا ما فيهاش اي رفاهية، وان المكان ده هو بيته اللي هيقعد فيه. وبيتجمد جاسبر من البرد وبيحاول يروح الحمام اللي بيلاقيه عبارة عن مكان خشب متبهدل، وبيتضايق جاسبر من المكان اللي كله فران، وبيقرر يرجع وطنه. لكن بيفتكر تحدي والده انه هيبقى مفلس ومتشرد، فبيعيط وبيرجع في كلامه، وبيبدا في شغله وبيروح يدور على رسائل في صندوق البريد قدام كل بيت من البيوت، وكل ما يفتح صندوق ما بيلاقيش اي جواب، وبيضطر جاسبر يعدي على اهل المدينه ويسالهم بنفسه اذا كان عندهم جوابات عايزين يوصلوها لحد، لكن بيلاقيهم مشغولين في حربهم ضد بعض. وبيروح يشتكي لموجنز اللي بيقول ان اهل البلد مش محتاجين جوابات، وفجاه بيلاقي في وشه ورقه رسمه من طفل بينده عليه من شباك اوضته، وبيطلب منه يرجعها له. فبيقول له جاسبر انه يقدر يحطها له في البريد على هيئه جواب، بس بشرط يديله قرش علشان يختمها بطابع بريد. مرة واحدة بيظهر والد الطفل اللي شكله يخوف، فبيجري جاسبر منه وبياخد الرسمة معاه. وبتمر الأيام لحد ما جاسبر بيفقد طاقته وبيحس بالفشل، وبيدخل عليه موجنز اللي بيتريق. بيقرر جاسبر انه يروح لكوخ النجار بعد ما سأل عليه وقال له انه شخص لطيف ولازم يزوره. ولما بيوصل جاسبر للمكان ما بيلاقيش حد هناك، وبيحاول يخرج من الباب بيلاقيه اتقفل عليه، فبيولع نور وبيمشي بيه وبيقعد يستكشف البيت اللي بيلاقي فيه ألعاب كتير، فبيستغرب وجودها. فجأة بيقع على الكرسي فبتشتغل الألعاب وبتعمل موسيقى، وبيستخبى جاسبر بعد ما بيلاقي شخص ضخم دخل المكان، وبيترعب لما بيلاقيه قدامه، فبيحاول يهرب بسرعة من غير ما ياخد شنطته اللي فيها رسمة الطفل اللي بتقع على الأرض وبتاخدها الرياح وبترميها قدام الشخص الضخم، فبيفتحها وبيلاقي مرسوم فيها طفل مسجون. وبيقابل الرجل الضخم جاسبر
اللي بيقع من على عربيته وبيسأله عن الرسمة، فبيقوله انه يقدر يدله على بيت الطفل وبياخده وهو خايف منه للبيت. وقتها بيديله الرجل الضخم طرد كبير وبيطلب منه توصيله بما انه ساعي بريد، وبيحاول جاسبر يحط الطرد في صندوق البريد بتاع البيت لكن ما بيقدرش لان حجمه كبير، فبيدخله الراجل للبيت من خلال السور، وبيلاقي جاسبر قدامه كلاب شرسة وافخاخ كتير، فبيترعب منها وبيحاول يغري الراجل بفلوس والده علشان يطلعه بره، لكن الراجل بيرميه على المدخنة بتاعت البيت. وبيدخل جاسبر جواه وبيلاقي البيت كله اقفال، وبيحاول يفتح الباب، بياخده الشخص الضخم بسرعة ويستخبى بيه قبل ما صاحب البيت يشوفه، وبيلاقوا الطفل واقف في اوضته قدام الطرد، وبيفتحه بيلاقي جواه لعبة على شكل ضفدع، فبيشغلها ويفرح بيها ويفضل يلعب معاها، وجاسبر والراجل بيتفرجوا عليه من الشباك. وبيخرج الطفل يشوف مين بره بعد ما لاحظ وجود الشخص الضخم، فبيلاقي قدام الباب رسمته تحت رجليه. وتاني يوم الصبح بيخبط الاطفال على باب جاسبر وبيطلبوا منه ياخد منهم رسائلهم علشان قريبهم قال لهم انهم لو كتبوا رساله لكلاوس هيعمل لهم لعبه زي. وبيرجع الامل لجاسبر مره تانيه، وبيبدا يلعب على فكره ارسال جوابات الاطفال لكلاوس علشان يقدر ينجح في التحدي بتاع والده. وبيروح جاسبر لكلاوس الراجل الضخم وهو خايف منه، وبيلاقيه بيقطع في خشب شجر وبيطلب منه بتوتر انه يقبل رسائل الاطفال انه يعمل لهم العاب. وبيلاحظ جاسبر ان كلاوس عامل بيوت خشب كتير للعصافير، فبيطلب منه كلاوس انه يمشي. فبيحاول جاسبر يستعطفه بكلام الاطفال في الجوابات، بيقول له كلاوس ان النهارده بالليل في نفس الوقت هيقابله. وبيقابل الطفل الصغير طفله تانية وبيلعب معاها بالضفدع، وفجاه بياخد اهالي الطفلين ولادهم وهما متضايقين لانهم لعبوا سوا وكل واحد فيهم من عيله الخصم. وبتتناقش العائلات في اللي حصل وبيحاولوا يفهموا اطفالهم ان ده مش مقبول بالمره، وبيفهموهم كمان ان الكراهيه المتبادلة دي تقاليد العيلة اللي ما ينفعش يتخلوا عنها ابدا. بيسألوا الطفل عن اللعبة وجابها منين، وبالليل بيوصل جاسبر ومعاه كلاوس الالعاب، وبعدها بيلاقي عدد الاطفال بيزيد قدام بيته وكلهم عايزين يوصلوا رسائلهم، حد ما بيلاقي طفلة بتتكلم لغة غريبة بيفهمش منها حاجة، فبيزقها بعيد وبياخد من باقي الاطفال رسائلهم. وبتروح الفا تتخانق مع جاسبر لانه قال للاطفال يروحوا المدرسة يتعلموا القراية والكتابة عشان يعرفوا يكتبوا الجواب لكلاوس، فبيقول لها جاسبر ان المفروض دي رسالتها كمدرسة. وبيمشي جاسبر في الشوارع وبيسمع الاطفال وهما بيتكلموا عن كلاوس وعظمته لما بيسيب لهم الهدايا جنب السرير، وبيتضايق لان هو اللي بيعمل كده ومحدش بيتكلم عنه لانهم ما يعرفوش الحقيقه. اما الفا بتتفق مع الاطفال انها تعلمهم شرط يسيبوا المكان ويمشوا، وبيتحمس الاطفال لما بتتعلم واحده فيهم تكتب اسمها، وبيطلبوا من الفا تعلمهم كلهم الكتابه. ولما بيقرر كلاوس يقلل الحمل بتاع الهدايا عن العربيه علشان الحصان يقدر يجرها، فبيقرر جاسبر انه يصطاد غزلان يجروها، لكن بيفشل على العكس من كلاوس اللي بيقدر يصطادهم بسهوله، وبيربطهم في العربيه اللي بيجروا بيها بسرعه رهيبه. وبيستقبل جاسبر باقي الرسائل من الاطفال، فبيدخل عليه طفل مشاغب يتهمه انه فاشل، خصوصا ان لقى فحم مكان اللعبه جنب سريره، فبيقول له جاسبر بعصبيه ان ده اللي يستحقه لانه مشاغب ومش بيحترم الكبير. وبيبدا الاطفال يتعاملوا معاه باحترام بعد ما بيسمعوه بيقول بصرامه للطفل ان كلاوس عنده قائمه للمشاغبين، وبيخاف الاطفال منه وبيكتبوا في جواباتهم انهم طيبين ومحترمين وبيعملوا حاجات كويسة مع اهلهم وبيساعدوهم علشان يرضى كلاوس يعمل لهم العاب. وبيبدا الاطفال في تغيير نظام المدينه وطريقتهم سوا، ده بيخلي اهاليهم تندهش، تكتر الجوابات في مكتب البريد وبيتغير الاهل، وبتبدا تتغير معاهم ملامح المدينه. وبيتضايق كبار العيلتين من اللي بيحصل، وبيقرروا يعاقبوا جاسبر اللي في الوقت ده كان بيتكلم مع كلاوس عن التغيير اللي حصل في المدينه بسببهم، وبيرمي كبار المدينه حجر كبير وشجره قدام عربيه جاسبر وكلاوس اللي بيهربوا بسرعه بالعربيه. وبيصحى طفل يشوفهم وهم في السماء، فبينبهر من المنظر وبيشوفهمش لما بيقعوا على الارض. وبيروح الطفل لاصدقائه يحكي لهم اللي حصل بانبهار، وبيلاحظ جاسبر ان مخزن الالعاب قرب يخلص، وبيقول له كلاوس ان رحلتين كمان وهيبقوا وزعوا كل الالعاب اللي عندهم. وبيرجع جاسبر بيته يفكر في مشكله الالعاب، لان من غيرها مش هيبقى فيه جوابات يكمل بيها العهد اللي يقدر بعدها يكسب تحدي والده. وبيقابل الطفله اللي بتتكلم لغه مش مفهومه، وبيقول لها انه مش فاضي وبيقفل الباب في وشها. وبتقابل قائده عائله كروم قائد العيله المنافسه، وبيتكلموا عن اللي بيحصل في المدينة من حفلات واختلاط بين العيلتين، وبيتهموا جاسبر وكلاوس بغسل دماغ الناس. وبتطلب قائدة الكروم هدنة وتوحيد قواهم ضد عدوهم الجديد. في الوقت ده كان بيعرض جاسبر على كلاوس فكرته للكريسماس، وبيقول ان الاطفال هتفرح لو صحيوا يومها لقيوا جنبهم العاب جديدة، فبيقول له كلاوس انه بطل يعمل العاب خلاص، وبيرفض فكرة جاسبر اللي بيحاول يقنعه بكل الطرق. فجأة بيشوف جاسبر تصميم عمله كلاوس لشخصين، فبيسأله عن التصميم ده، لكن كلاوس بيتعصب عليه وبيطرده، وبيلاقي جاسبر
الطفلة اللي بتتكلم لغة غريبة لسه قاعدة قدام بيته، فبيحكي لها مشكلته وبيقول لها انه في وطنه معاه كل شيء، لكن هنا هو نكر بياخد الطفلة وبيروح لألفة عشان تترجم له كلام البنت لأنها سمعت لشكواه ومن حقها عليه ان هو كمان يسمعها. فبتحضن الطفلة جاسبر اللي قرر انه يشتغل بنفسه على ألعاب الأطفال وبينام من التعب، ولما بيصحى من النوم بيلاقي قدامه كلاوس شغال على الخشب وبيرفض يسمع أي كلام منه، وبيوصل كلاوس وجاسبر هدية للبنت اللي بتتكلم لغة غريبة اللي بتفرح بيها جدا وبتفضل تلعب معاها، وبيتفرج عليها كلاوس وجاسبر من بعيد. وبيحكي كلاوس لجاسبر عن حبيبته ليديا اللي بنت البيت اللي في الغابة ليهم، وكانوا عايزين يخلفوا أطفال كتير وفضلوا مستنيين اللحظة دي سنين. وفي الوقت ده كان كلاوس بيعمل ألعاب لأطفاله اللي منتظرهم، لكن للأسف ما خلفوش وماتت ليديا، وحس كلاوس بالضياع من بعدها. وكانت ليديا بتحب العصافير، علشان كده فضل يبني عشش للعصافير من الخشب لحد ما ظهر جاسبر وفكرة توصيل الألعاب للأطفال، وشاف الفرحة في عيونهم وبيشكر جاسبر علشان خلاه يحس بالفرحة من تاني، وقرر انه هينفذ الفكرة بتاعت الكريسماس. وبيدخل جاسبر المدرسة بيلاقي الأطفال قاعدين بيتعلموا، المكان اتحول تماما لمكان جميل وفصل دراسي، وألفة اتحولت لمدرسة لطيفة بتتكلم معاه بطريقة حلوة. بيستغرب جاسبر من التغير اللي حصل لألفة، بتقول له ان كل ده بسببه، وبتاخده يشوف المدينة بعد ما تغيرت تماما. الأطفال بيلعبوا سوا، الكبار قاعدين مع بعض من غير خناق أو معارك. وبيخبط باب جاسبر وفجأة بيلاقوا قدامهم أهل البنت اللي بتتكلم لغة غريبة، اللي قرروا يساعدوه في تغيير شكل مكتب البريد وتجديده وعمل ألعاب الأطفال بتاعت الكريسماس. أما العيلتين اللي بيتخانقوا فقرروا يعملوا جوابات كتير ويبعتوها الموتن جاسبر علشان يخلص مهمته ويسيب المكان. وبيفكر جاسبر في الخطوة اللي جاية، هل يكمل في المدينة مع كلاوس والناس اللي ساعدوه يتغير ولا يرجع لوطنه؟ ويوم الكريسماس بيلبس الرجل العجوز لبس سانتا، وفجأة بيخبط باب جاسبر وبيلاقي والده في وشه، بياخده يتكلم معاه بره، وبيستغرب لما بيعرف منه ان في 14,000 جواب وصل لهم من المدينة، وبيلاقي كبار العيلتين المتخانقين جايين يتكلموا عن انجازه، وبيقول له والده انه دلوقتي يقدر يرجع وطنه. فبيسمعهم كلاوس والفا والباقيين وبيتضايقوا لانهم حسوا بالخيانة، وبيحاول جاسبر يشرح لهم لكن محدش بيرضى يسمع له، وبيضطر يمشي مع والده وهو زعلان. ولما بيوصل للمركب بيستغرب موجنز ان جاسبر متضايق انه هيمشي من المدينة، ولما بتتحرك المركب بتقف البنت الصغيرة اللي بتتكلم لغة غريبة وبتعيط على جاسبر اللي بتكتشف انه لسه موجود. بيقعدوا سوا وبيحكي لها اللي حصل، بيقول لها انه قرر يكمل حياته هنا. وفجأة بيشوف العيلتين اللي بيتخانقوا بيجهزوا نفسهم للحرب الوقت اللي كلاوس بيحمل فيه هدايا الكريسماس. بيدخل عليه كبار العيلتين وبيقولوا له انهم هنا عشان يدمروا الألعاب دي كلها ويرجعوا الأمور اللي كانت عليه زمان. فجأة بيظهر جاسبر اللي بيركب العربية مع كلاوس وبتتزحلق بيهم على التلج، وبيجري وراهم العيلتين وبيحاولوا يدمروا الألعاب اللي بتقع من العربية وهي بتجري، وبيحاول كلاوس يوقفها لكن بيقع من عليها، وبيحاول جاسبر هو كمان يوقفها بنفسه وبينجح على آخر لحظة قبل ما تظهر كبيرة عيلة كروم وتفتح كيس الألعاب وترميه من فوق التل. وبيكتشف جاسبر إن كلاوس خدع العيلتين وملى العربية بألعاب مزيفة، وبتوصل ألفا ومعاها الألعاب الحقيقية، وبتحكي له ألفا إن الأطفال قالوا لها عن خطة أهلهم، لذلك استعدوا لمواجهتهم. وبياخد كلاوس وجاسبر الهدايا علشان يروحوا يوزعوها على الأطفال اللي بتفرح لما تلاقي الهدايا جنب شجرة الكريسماس. تتغير المدينة بالكامل على إيد جاسبر اللي قرر يكمل حياته فيها مع ألفا وكلاوس اللي قرر هو كمان يكمل في عمل الهدايا للأطفال. بعد مرور 12 سنة بيموت كلاوس علشان يروح لحبيبته ليديا بعد ما أسعد ملايين الأطفال، وبتنتهي الحكاية. الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رامي سمير، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.